النظام انها بتتغير مفروض من نص الترم التاني زميل من قسم مدني هو اللي هيدرس، فهنحسب بقى الترمسات نشتغل باب اسمه فوتوغرامتري او تصوير الجوي. برضو لو خدنا فكرة عامة، مش انت لعبت راجل من دراعه انت مش عارف قهوة، ادخل شباب شوية المفروض احنا وظيفتنا في قسم مساحة حكينا السيتين عملية اسمها عملية الرفع المساحي أو عملية التوقيع المساحي. رفع المساحي عندك مبنى أو عدة مباني وعايز حضرتك تحطهم على لوحة، دي بنسميها عملية الرفع. عملية التوقيع لو أنت عندك إحداثيات نقط وعايز توقعها أو الطبيعة موجودة فين، دي العملية الأساسية للمساحة. مجمل برضو صغير كده عن موضوع الترمسات، اسهل وسيله لو حضرتك بتعمل عمليه رفع المبنى بتقيسه بالشريط. احنا قلنا لما نيجي نقيس اي قياس هندسي لو سمحتوا بنستخدم ما يسمى الشريط الصلب او الانفار تيب. طيب ده لو معلش لا قبل الفوتوغرافيا، ده لو عندي مبنى بهذا الشكل ورفعه. طيب لو انا عندي مبنى تاني بهذا الشكل ارفعه. طيب العلاقه بين مكان المبنى ده والمبنى ده حددها ازاي؟ هبتدي اقيس مسافات ما بين المبنيين بهذا الشكل عشان اعرف اوقع المبنى الثاني في مكانه الصحيح بالنسبه للمبنى الاولاني او العكس. تمام. لو كانت المباني تكتر هتبتدي العلاقات المكانيه بين المباني تزيد جدا عندي، فبضطر في هذه الحاله اعمل ما يسمى بالترافس اللي هو مجموعه من النقاط او مضله مجموعه من النقاط بتحيط بمجموعة المباني اللي أنا عايز أرفعها، وببتدي أقيس أطوال وزوايا داخلية بتاعت المضلع ده، وابتدي أعمل عملية تصحيح طولي، ابتدي أعمل تصحيح زاوي لغاية ما شكل المضلع ده يبقى ثابت بالنسبة لي أو جيد بالنسبة لي كأطوار وكسوايا، وابتدي أقف عند نقاط هذا المضلع وابتدي أعمل عملية الرفع بتاعته. ده معنى كلمة ترافرس وليه بنستخدمه. مش عايز أدولك ليه، لأن عملية التصحيح بالنسبة لك عملية صعبة شوية، عملية حسابية صعبة، وأنا مش عايز أتقل عليك. تمام؟ طيب لما كانت بقى الامور تبقى صعبه شويه بالنسبه لعمليه الرفع، يعني عايز ارفع مدينه، رفع الارضي عندي بياخد وقت طويل جدا، هو دقيق نسبه الدقه بتاعته عاليه ملهاش حاجه، ولكن في الوقت والمجهود بياخد وقت ومجهود كبير جدا. فابتدينا نلجا الى ما يسمى بالمساحه الجويه او المساحه التصويريه او الفوتوغرامتري. طياره بتطلع تبتدي تصور لي المكان اللي انا عايز اعمل له عمليه الرفع. طبعا مجهود اقل
احزان اقل دقه متناسبه مش وحشه كويسه. فده اللي احنا هنبتدي نشوف عمليه التصوير الجوي فكرتها ايه وازاي بنحصل على احداثيات من عمليه التصوير الجوي، ازاي ابتدي اترجم احداثيات من على الصوره الى احداثيات ارضيه، والوسيله المستخدمه في عمليه التصوير الجوي اللي هي كاميرا التصوير الجوي طبعا مختلفه تماما عن الكاميرا العاديه الموجوده، كاميرا ذات دقه عاليه جدا. وفي نهايه الباب هنبتدي نحسب عدد الصور الجويه المطلوبه لنفر منطقه ما. ده ملخص سريع للي احنا هناخده في باب الفوتوغرامتري او التصوير الجوي. بدايه لو شفنا كاميرا التصوير الجوي او بنسميها الاريا الكاميرا، التركيب بتاعها في واحد هذا تركيب الفيلم اللي فوق خالص بنسميه كاميرا مجازين. ده جسم الكاميرا بنسميه كاميرا بادي. نقف محرك ستوب نسيتها. ده اسمه كاميرا فون. دي مجموعة العدسات بنسمي الشطر. وده الدايفرام. أو متحكم الشطر اللي هو الغلق، والدايفرام المتحكم فيه كمية الإضاءة الإخلالي للكاميرا. ده التركيب العام لكاميرا التصوير الجوي. طبعا كاميرا التصوير الجوي
ادفع حوالي 90 سنتي للمتر، ساعتها تقريبا 70 سنتي في 70 سنتي، العدسه بتاعتها تقريبا في هذا الحجم، قيمه كبيره جدا. طبعا فيلم بيتسحب اوتوماتيك وتصور اوتوماتيك طبعا لوحدها. طياره مستخدمه، طياره مش كبيره، بتبقى قائد الطياره ومساعد ليه اللي هو بيوجهه عشان يمشي على خطوط طيران معينه، خط يحبش فيه. بيحتاج ليه من عمليه التصوير الجوي ثلاث انواع من الصور. الطياره طبعا مش ستيبل في الجو، بيحصل لها عمليه هربة غصب عني على الهواء. بيحصل لي الصورة المثالية بالنسبة لي بنسميها فيرتيكال فوتوغراف، أو لما يكون محور التصوير متعامل تماما. لو زاوية المحور دي عاملة مع الرأس من زيرو من 3 درجة بنسميها تيلتد فوتوغراف، وهي صورة تعتبر مقبولة الشغل بتاعنا. زاوية من زيرو ثلاثة درجة اسمها تلتد فوتوغراف، ودي زاوية بالنسبة للشغل بتاعنا مقبولة. زاوية أكثر من ثلاث درجات بنسميها الأوبليك فوتوغراف، أو صورة شديدة الميل، ودي تعتبر مش مقبولة في الشغل بتاعنا. لمجرد ما ابص للصورة الجوية اعرف الصورة دي رأسية او مايلة او شديدة الميل، فيرتيكال او تلتد او اوبليك. لو ظهر عندي خط الافق في التصوير تبقى دي صورة شديدة الميل، ولا ما نقدرش نستخدمها في استخدامات بتاعتنا. ده تصنيف الصور من حيث رأسية الصورة. انت بتسجل اهو. طيب مقاس الصورة الجوية حالية، مقاس ستاندر متعرف عليه في جميع الشركات المنتجة لكاميرات التصوير الجوي، تبقى 230 ملي في 230 ملي، أو 24 سنتي في 24 سنتي. بلاقي على الصورة علامات بهذا الشكل أو بهذا الشكل، يما في الأركان يما في منتصف الأضلاع. دي بنسميها الفيوشن ماركس أو العلامات الركنية والضلعية. لو وصلت بهذا الشكل ممكن احصل على نظام احداثيات على الصورة الواحدة. الصورة هلاقي فيها ملحق بيها شوية عدمات في المنطقة اللي فوق دي، من ضمنها قاع تسامح سنتر القبل، ساعة، عداد، عشان يديني رقم الصورة، كل صورة بيبقى لها رقم،
دين ادفاع طائرة هات بيه. وممكن اسم المشروع الكيت اليدوي في المنطقة دي. شوية معلومات بتبقى موجودة على الصورة الجوية. للأسف إن شاء الله الجاية المرة الجاية بتجيبوا معايا صور جوية عشان تشوفوا الصورة دي شكلها إيه. فقاعة تساوي. عن الساعة أنا مش بالترتيب يعني مش هشوفهم فقاعة تساوي ساعة أو تميتر اللي هو رئيس ارتفاع الطيارة بعد كده هو رقم الصورة. تاني قلنا عدد بيهدينا رقم الصورة. فقاعة تساوي عشان أشوف الصورة دي مية ولا قدسية. ساعة التصوير ادفاع طيارة. طيب العملية كلها معتمدة على ايه؟ وعملية فكرة التصوير الجوي. لما باجي بنجد الصورة معتمدة على نظرية اسمها الستيريسكوبيك فيجن. الستيريسكوبيك فيجن يعني نظام الرؤية المجسمة. يعني حضرتك عشان تحدد البعد الثالث ربنا خلق لنا عينين عشان كده مش عين واحدة عشان اقدر احدد القريب والبعيد. فجات الفكرة ازاي؟ طبعا اول حاجة فكرة التصوير الجوي دي ابتدت مع الحرب العالمية الاولى. كانوا بيصوروا من المنطاد الحركات العسكرية ابتدت تتطور جامد جدا مع الحرب العالميه الثانيه سنه 1939 لغايه 1945. برضو استخدامات عسكريه لا كان لسه يمكن ساعتها حجم الصوره او مساحه الصوره صغيره شويه. بعد كده ابتدت الصوره تاخد الشكل اللي احنا قلناه ده. هنا عندي نظرية الرؤية المجسمة اللي هي عشان اقدر احدد البعد الثالث او الارتفاع. فاللي بيحصل لما الطيارة بتطلع تصور في صوت ايه؟ بص نلاقي اعرف الربع الاول اعرف الربع الثاني. بص نلاقي الطيارة بتصور لي منطقة واحدة مرتين. المنطقة دي بنسميها منطقة التداخل الجانبي او بنسميها الاوفرلاب. يعني المنطقة دي بتصورها الصورة الأولانية ومتصورة في نفس الوقت في الصورة التانية. ليه؟ عشان قلنا إن الأوفرلاب ده برضه اللاين من 55 إلى 65%. لا يقل 55 ولا يزيد عن 65%. ليه؟ عشان لما بحط الصور دي تحت أجهزة المساحة التصويرية بتجيلي صورة على العين اليمين غير الصورة اللي على العين الشمال. فابتدي اشوف الرؤية بتاعتي مجسمة كما لو كنت موجود جوه الطيارة. ومن هنا اقدر ابتدي اقدر احدد ارتفاع النقط عن سطح الأرض. فدي نسميها نظرية الرؤية المجسمة. وابتدينا نطبقها ان احنا المنطقة الواحدة هي دي المنطقة بين الصورتين اللي رح تبتدي تاخد منها ارتفاعات. طيب كده انا بصور خط طيران. يعني عندي منطقة بهذا الشكل عايز ابتدي اعملها عملية تصوير جوي.
وابتدي امشي في خط الغرام بهذا الشكل والف وارجع وهكذا. طبعا دي الصوره الاولانيه، دي هتبقى الصوره الثانيه، والمساحه المشتركه في النص دي اللي هي منطقه الايه؟ التداخل او الاوفرلاب. طيب عشان اربط خط الغرام بخط الغرام يبقى عندي كان مسميين التداخل او التداخل الطولي، عندي ما يسمى بالتداخل الجانبي اهو. بين خط طيران وخط طيران في عندي برضه منطقه تداخل، دي بنسميها سايد لاب، ودي بتبقى من 25 الى 35%. دي فائدتها ايه؟ عشان اربط خط طيران وخط الطيران اللي ايه؟ اللي بعده. يعني عملية الربط بين الصور بتتم عن طريق حاجتين، الاوفرلاب اللي هو التداخل الطولي، والسايد لاب التداخل الجانبي. طيب نعم. هنا ما هي دي منطقة مشتركة بين الخط الكهربائي الأولاني والخط الكهربائي الثاني. ده الخط الكهربائي الأولاني وده الخط الثاني. طيب ده يمكن الكلام ده هنتكلم عنه باستفاضة شوية في المحاضرة الجاية إن شاء الله. المحاضرة دي هنتكلم عن حاجتين. أول حاجة كاميرا التصوير الجوي دي لازم تعمل لها معايرة على الأقل كل سنة. طيب شغال عندي كاميرا التصوير الجوي المفروض بتعمل لها معاينة على الأقل كل سنة. ليه؟ عشان بشوف التشوهات اللي ممكن تكون حصلالي، لأن أي تشوه بسيط في الصورة هينعكس لي على إحداثي غير مظبوط أنا هطلعه من الصورة. طيب عملية المعاينة دي بتتم إزاي؟ بجيب مجموعة من المصادر الضوئية بنسميها كوليميترز. الكوليميتر ده حاجة قريبة من شكل هذا القلم، ولكن من قدام خالص فيها ثقب صغير جدا بيسمح لي بمرور شعاع واحد من الضوء. يعني الكوليميتر بهذا الشكل هنا مصدر ضوئي وكامل قاعدة بهذا الشكل، بحيث ان الضوء اللي طالع يكون اشعة كلها اشعة متوازية، بحيث ما يطلعش من الكوليتور غير شعاع واحد. مواد الكوليتورز دي بنرصها قدام الكاميرا بحيث بكلمة كلمة ايه؟ لو مش فاهم حاجة أقول شرح. خلي المعيد يكمل معايا مساء ماشي. ده سهولة
نقول سبعة ونص درجة. يا ابني خلي عندك دم والله، انت ما عندك دم. تنصب هذا الشكل من صفر لغايه 45 درجه كده. كملنا لغايه 45 بس الاتجاه، 45 في الاتجاه الثاني. مجموعه ثانيه برضه من الكيلومترز بنفس الشكل متعامل عليه. وكله بيتجمع في نقطه واحده. النقطه دي بتكون مظبوطه على بؤره عدسه الكاميرا وصول الجو، بحيث أول ما بتجي غرفة مظلمة تماما مفهوش مساحة إضاءة غير كوليميترز، بحيث إن أنا لما آخد صورة أشوف نقط ضوئية بهذا الشكل. طيب انا المفروض عندي هذه الكاميرا ليها فوكال لينس، مثلا عن 7.5 درجة. بنسميها فوق الناس زاوية 7.5 درجة فوق فوق. فأنا بمنتهى البساطة المثلث اللي قدامي ده أقدر أحسب فين هذه المسافة. زاوية زاوية قايمة وأنا عارف فوق الناس أو بعد بول عدسة، أقدر أحسب هذه المسافة حسابا. في نفس الوقت أقدر أقيس هذه المسافات من على الصورة. الفرق بين المسافة المقاسة والمسافة المحسوبة ده بنسميها كمية التشوف. يبقى كمية التشوف العدسة موجودة عند 7.5 درجة كده قد ايه؟ عن 15 درجة قد ايه؟ عن 22.5، عن 30، عن 37.5، عن 45، عند كل زاوية من الزوايا هقدر احسب قيمة التشوه في الحدثة الموجودة قد ايه؟ عن طريق عرفت البعد البؤري للحدثة أو الفوكال لينس، وعن طريق قياس المسافات اللي اتاخدت عن طريق تصوير الكوليميترز. ده عمليه حساب التشوه المفروض هنزلك مسائل عليها في الشيت، ازاي تحسب قيمه التشوه العدسه. دي اول حاجه. دي عمليه المحيره. ده الكوليميتر اللي هو شكل ده. ده هيطلع لي الصور دي يعني؟ ده يا حبيبي كل ما بترصوا على 7.5 درجه مجموعه من كل متر بهذا الوضع والوضع اللي عاملين عليه. والنقطه
دي وتحط فوق في بورة العدسة عدسة تصوير الكاميرا وابتدي اصور. صورت خدت الايه صورة وحمضتها هيطلع لي ايه؟ مجموعة من النقاط بهذا الشكل. قيس المسافات وعندي بعد البعد بتاع العدسة احسب قيمة التشوه. طيب بين مسافة الناس بين مركز الصورة و الأربع أركان الأربع نقاط. دكتور الأسئلة في الجزئية دي بتيجي على شكل مسائل ولا أسئلة؟ هنا ساعات المسائل هتجيلك في الشيت ممكن تجيلك مسألة زي دول أو لو نظري هيبقى بنفس الشكل ده. طيب احنا أي صورة الصورة ده فوكاليس أو كاتيجوري تجاوزا بنحطه بهذا الوضع ليه؟ لو ده ارتفاع الطيارة بنسميه اتش المفروض يكون كاتيجوري المفروض يكون جوه الطيارة مش جوه الطيارة بس تجاوزا بحطه بالشكل ده. لو عندي قلنا صورة واخد هذا الشكل ها لو قلت عين محور اكس ب محور واي دي نقطة الأصل بتاعتي أو الأوريجن أي نقطة مفروضة على الصورة ممكن تاخد لي نظام إحداثيات هذا نظام إحداثيات. طيب لو انا عندي صورة واحدة وعايز استنتج احداثيات ارضية من هذه الصورة فبقول نيكس جرام تساوي نيكس فوتو مضروبة فيه اتش على اف والواي جرام هتساوي واي فوتو مضروبة اتش على اف. طيب اكس جراوند واكس فوتو يعني مدي لحضرتك شوية احداثيات على الصورة مثلا خطوة 2 3 بهذا الشكل. لعلم هذا القانون يستخدم مع الصور الجوية الرأسية فقط ولا يستخدم مع الصور المايلة. طبعا مش حاضر اديك صور مايلة لان ده طبعا مش تخصصك فالحالة اللي احنا هندرسها اللي هي حالة الصور الجوية الرأسية فقط لا غير. طيب يبقى مش فاهم زي ملابن اللي في الاخر الكلمة على الاخر كده بقى والناحية التانية وراه جسيات لنقاط على الصورة واديتك ارتفاع طيران اللي هو الاتش واديتك البعد البوري او الفوكال لينس اقدر احول هذه الاحداثيات من احداثيات على الصوره الى احداثيات ارضيه عن طريق القانون ده واقدر اقول لسعادتك بعد كده احسب لي اطوال بين هذه النقط انا خلاص عندي احداثيات ارضيه هل ممكن احسب اقوال ولا مش ممكن؟ ممكن عن طريق الاحداثيات
واجي اقول لحضرتك احسب لي مساحه هذا الشكل مثلث وهاتولي بالفجار الاراده الساق لف انا بلفلك على نفسك بس تاني ودي مساله شهيره بتيجي في امتحانات دايما هاتي حضرتك ثلاث حساب نقط موجود على الصوره وقال لك حول هذه الحساب ارضيه عن طريق معرفه بعد البوري وارتفاع الطيران خلاص حولته ارتفاع الطيران فوق اللينس او بعد البوري يبقى ساعتك الاول هتحولني الى حساب ارضيه بعد كده بقول لك هات لي المسافة بين النقط طبعا عن طريق قانون ايه؟ فرق الاكسات جذب تربيع فرق الاكسات تربيع ناقص فرق الوقت تربيع خلاص جبنا مقطوعات هات لي مساحة الشكل حضرتك واخدها قبل كده بتجمع ثلاث مقطوعات تقسمهم على اثنين والجذب التربيعي للثلاث مقطوعات على اثنين مضروب فيه ثلاث اطوال ناقص على اثنين ناقص البعد الاول ومره ناقص البعد الثاني ومره ناقص البعد الثالث تحت الجذب جبت مساحه الشكل. فجاري بقى فجاري ورا كوسات. يبقى سعادتك خدت مثلا محاضرتين في مساله واحده. دي اول حاجه. عايزك تعرفها في حاجة تانية كنت عايز أقولها النهاردة. الساعة. نعم. عندك خلص. أنا داري مكتوب.